اليوم داخل البلاد اللي راهم برا. مشاهدينا الكرام، قبل ساعات قليلة عن بداية المقابلة المنتظرة بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري، هنا اجتمعت الجالية الجزائرية المقيمة بقطر من أجل الذهاب مباشرة في أجواء رائعة إلى الملعب. يحضر معي مناصر. أنت من مين؟ من أم بواقي مسكي أنا إكزاكت. نتمنى شكرا لقطر أنها وحدت العرب كلهم. شكر كبير للدولة قطر، ونتمنى الفوز للمنتخب الجزائري إن شاء الله، ومع كل احتراماتنا للمنتخب المصري إن شاء الله. هتوقع النتيجة؟ ما تكونش يعني بزاف، لكن 1-0 إن شاء الله. اليوم المقابله تاع اليوم، احنا المقابله تاع اليوم ما تهمناش مقابله ترتيب، بس الفريق اللي عاوز البطوله يربح كل الفرق، وحنا الجزائر ما خافوا حتى من فريق، مرحبا باي فريق سواء كلاس او برومي في الجروب ولا الدوزيام، اللي يجي نربح. النتيجه ان شاء الله 3-1 للمنتخب الجزائري. شكون يسجل؟ بلاني بيان سير، رجل المباراه وبونجاع ان شاء الله. اوكي، السلام عليكم. نربحوهم ان شاء الله، والكاس لينا احنا، وما كان حتى اي كيب تخوفنا في كاس العرب هذا. شحال توقع النتيجه؟ نتيجه رابحين ما باليش شحال نتوقع انا، بالك 2-0 ولا 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. 1-2-3 جاي. السلام عليكم، معكم شياب من ولايه ام البواقي، مقيم بقطر. ان شاء الله اليوم في المباراه تاع مصر راح نربحوا المنتخب المصري، وبنتيجه اللي تشرف المنتخب الجزائري والمقامه تاع المنتخب الجزائري والعقوبه للمباريات القادمه ان شاء الله. احنا اصلا درك رانا متاهلين، بصح المباراه هذه لازم نربحوها، يبقى المباراه تاع الجزائر ومصر مباراه ديربي، مود مباراه ديربي الافريقي، وربي ان شاء الله نربحوها اليوم 3-0. السلام عليكم، حاضرين رواحنا ان شاء الله، رايحين نفوزوا على مصر. شبيبه ان شاء الله جات شويه غرب شرق وسط، مقيمه كلها في قطر ما شاء الله، وان شاء الله نشرفوا بلادنا، والنتيجه 3-0 ان شاء الله اليوم نعاودوها لهم ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. 48 ولايه كان المفروض كاس العرب هذه 58 ولايه سيكيكي لالجيري كامله، كان المفروض كاس العرب يبعثوها لالجيري، خلوها هي تسبقنا بس داينها داينها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، منير من وارن. ان شاء الله نربحوا باذن الله مصر وكاع شكاين ماما نوت علي. عبد العزيز من الجزائر العاصمة. أنا عندي رسالة نوجهها لمولاي السلطان بلاني العاشر، يا تفوز الجزائر يا تخسر مصر، واحدة من الزوج يا مولاي. لو كان يربحوا جزائركم معروضين على فلو تاع تشيك ولا غادي مخكم يدير إيرو. الله يرحمه، الله يرحمه. آدم من سكيكدا، إن شاء الله 3-0 للجزائر إن شاء الله، زوز بلايلي واحد بونجاح. ميرسي بوكو. إن شاء الله. إذا المشاهدين كانت هذه الأجواء قبل الذهاب مباشرة إلى ملعب ستاد الجنوب من أجل مشاهدة مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره المصري.